ده اول معرض ليا انا والاستاذ حسين شاهين نعمل له سبونسرنج او هوستنج. يعني المعرض اسمه زي ما قلت انا المصري، بيضم 100 فنان. احنا الفكره احنا طرحناها للفنانين اللي هي هويتنا انا المصري، وسبناهم يعيشوا بقى في الخيال، يحاولوا يطلعوا الفن المصري الاصيل الافريقي العربي، نعمل مزيج كده بين الفنانين. وعندنا فنانين هواه وفنانين دارسين وجميع الاعمار. احنا كل طالبينه كان نعرف الهويه المصريه من خلال الفنانين بتوعنا، هم بقى يعني ينقوا بقى الخامات والالوان والافكار دي من عندهم، بس اهم حاجه ان احنا نبرز هويتنا التانية المصريه العربيه الافريقيه. كل واحد بقى خد لقطه من مصر وحب يبينها، اللي رسم الخان الخليلي مثلا، رسم الست المصريه الفقيره، اللي رسم مناظر طبيعيه في ممكن نشوفها في مصر، اللي رسم مثلا مساجد والمعابد وكل حاجه ترمز لمصر. هم بصراحه يعني ابدعوا، ما سابوش حاجه ما رسموهاش ما شاء الله عليهم. يعني الفكره كانت للدكتور الاستاذ حسين شاهين، هو اللي حب يعمل حاجه كده لمصر كهديه عشان برضو تنشيط السياحه، وان احنا نبرز هويتنا قوي الفتره دي. احنا عايزين ان مصر تبان قوي قدام العالم فنيا. هي طبعا مصر معروفه طول عمرها انها بتحتضن الفنون والفنانين، فحبينا ان احنا ندي شويه كده نرجع لها من خيرها علينا. يعني